يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده فيديو جديد هنعمل مع بعض البط. هوريكم طريقتي فيه قبل ما اسلقه بعمل فيه ايه علشان يطلع طعمه حلو والشوربه بتاعته تبقى طعمها حلو ومميز. حطي لي بقى اللايك قبل ما نبدا الفيديو، ولو مش مشتركه في القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد انا بقدمه. يلا بينا نشوف الفيديو مع بعض. بصوا يا بنات، انا اول حاجه هنا كده بعملها بجيب بصلايه بفرمها في المفرمه ناعم بالشكل ده كده اهو. بعد ما بغسل البطايه بتاعتي واخليها زي الفل بالدقيق والليمون والملح واللي هنحطه على البصل فلفل اسود وملح وكمون، مش اكتر من كده. اول حاجه هعملها هجيب البصل بتاعي كده هدعكه مع البهارات بالشكل ده كده اهو، وهحشي البطايه تحت الجلد، يعني من تحت الجلد كده هحشيها اهو. وينفع الطريقه دي برضو مع الفراخ، مش هتقول لا، بتخلي طعم اللحمه كده بتاعه الفراخ او البط طعمها حلو ومتبله من جوه، يعني ما تبقيش بتاكلي لحمه كده مسخه وخلاص، لا احنا بنطعم اللحمه من جوه اهو بالشكل ده كده. وهجيب البطايه طبعا غسلها ومخليها زي الفل، وهحشي تحت الجلد. بصوا هحاول افتح كده وبايديا ادخل جوه اهو كده تحت الجلد، وبصوابعي ادخل جوه، بس خلي بالك لحسن ايه، لو الجلد اتقطع منك هتبقى مشكلة او كده. والناحية التانية برضو بسم الله، وما تقلقيش يعني لو البصل وقع منك في الشوربة هيخلي طعم الشوربة تحفة، جربي وعلى ضمانتي. بالشكل ده كده اهو، وهنحاول بقى نكتفها. كده البطاية بتاعتي اهي خلصتها، شايفين حشيتها اهي بالشكل ده وكتفتها. هستنى بقى حاطه ميه على النار، وهنا اهو حاطه ميه على النار تغلي وهحط فيها البطايه واوريها لكم بعد ما تطلع ان البصل مش هيطلع منها خالص وهيبقى طعمها تحفه. انا كده يا بنات هنزل بقى بالبطايه بتاعتي اهي، بس على بطنها مش على ظهرها بالشكل ده كده اهو بسم الله اهو كده. ادي شويه بصل اتبقوا هحطهم بالشكل ده. هجيب بقى الحاجات اللي انا هحطها معاهم. بصوا ادي الحاجات اللي انا بحطها مع الشوربه: فلفل اسود وطماطمايه وبصلايه وورق لورو، ورق لورا وفصين قرنفل اهو. وهسيبها بقى وشويه كده هفتح الحله واطلع الريم بقى اللي بيطلع فوق الوش ده، هسيبها بقى تستوي في الاخر هوريها لكم. بصوا هنا كده البطايه بتاعتي استوت، معلش بس اللي غسلها بتصفر ثانيه واحده اهي. البطايه بتاعتي استوت هقفل عليها بقى، انا ملحتها واول ما خدت غلوتين كده هديت عليها النار خالص لغايه ما خلصت بقى اللي ورايا كده بقيت الاكل، هطلعها بقى دلوقتي عشان احمرها. بصوا انتوا ممكن تطلعوها بالماشة دي بس هتتهري. بصوا بقى انا طريقتي فيها ازاي، ثانية واحدة. بصوا انا بطلعها بالطبق كده اهي بكل سهولة بسم الله. بصوا طلعت في ثانية ازاي اهي، واحطها في الصينية ولا
لو في شوربه هحاول اصفيها معاكم اهي، احط الطبق كده واي شوربه زياده هصفيها اهو. بصوا بكل سهوله، وشايفين الشوربه بتاعتها حلوه ازاي، وهي استوت وما تهرتش اهو البصل الحشو جواها. احطها بقى في الفرن وهوريها لكم الاخر. والشوربه دي مش هنرميها، انا هسقي بيها محشي علشان نتغدى. الشوربه بتاعتها دي خساره ان احنا نرميها، فانا ايه هسقي بيها المحشي بتاعي اهو، خلصت. وهعمل شويه لسان عصفور، يعني حاولوا تستغلوا الشوربه دي، خساره ان هي تترمي، بيبقى طعمها حلو جدا وبيبقى فيها فوائد اكيد. هحط بقى البطاطا تتحمر وهوريكم في الاخر شكلها هيبقى عامل ازاي.